أهلا بيكم يا جماعة في الأسبوع الرابع، المحاضرة الثانية. برضو شغالين في تحليل الفني، ما زلنا بنتكلم في حركات الأسهم سواء صعودا. دي إن شاء الله المحاضرة الثانية، وكده ناقص لنا محاضرة في الأسبوع اللي جاي اللي هو الأسبوع الخامس. لسه شغالين في الفصل الرابع برضو. بعض المصطلحات عندي قلنا مستوى الدعم ومستوى المقاومة، خط القناة. بدأت إن أنا أتعرف على الأنماط الانعكاسية وعرفت أشكالها، وعرفنا إن إحنا مطالبين فقط برسمة الهيد أند شولدرز، نحط عليها بيانات، لكن مطالبين نعرف كافة الأسماء دي وبتعمل إيه، إنها بتعكس بعض المصطلحات. هنا عندي بقى في الأنماط الاستمرارية اللي هي الكونتينويشن، فبيقول لي هنا الكونتينويشن باترن هتبدأ إن أنا لو اتعرفت على أو عرفت الشكل ده أو لقيته لازم اعرف ان السهم مكمل، لو صاعد هيكمل صعود، لو هابط هيكمل هبوط. في حاجه اسمها كوب بمقبض، في حاجه زي رسمه الفنجان بالظبط، هتلاقيها طالعه لك زي الفنجان والمثلث او التراينجل، او بمعنى اصح اسمه سيمتريك تراينجل اللي هو المتماثل، يعني كل اعمدته قد بعض. هتيجي للسيمتريك تراينجل بيبدا ان هو يقول لك بص يا سيدي، ان انا عندي اهو كان في داون ترند، كان السهم اصلا اتجاهه ان هو كان في الاول صاعد، تمام، بدأ يصعد اهو وبدأ يهبط تاني. خلي بالك اهو، لو بصيت هنا في الحتة دي خلي بالك، هو صاعد راح عامل لي اهو، ممكن يبقى شولدر ليفت شولدر، بعد كده هاد، بعد كده رايت شولدر، تمام. وخلي بالك اهو راح كسره، نزل شوية وطالع. خلي بالك اهو الرسمة الاولانية منه هيد اند شولدرز اصلا، تمام، بعد كده راح مكمل هبوط، تمام. طب كمل هبوط، راح جاي مكون لي مثلث. بص المثلث ده اهو، الرسمه دي هو مش الرسمه نفسها مثلث، لكن الخطوط بتاعتها بتعمل مثلث. فكاتب لي هنا على جنب ان السيمتريك تراينجل بيكونكت تو هاي بوينتس، اتنين عاليين، اند تو لو بوينتس، يعني بعرفه باتنين لو واتنين هاي، تمام. بس ما يهمنيش كل ده، انا يهمني ان انت تعرف ان تريانجل من الكونتينويشن باترن اللي هو لو السهم هابط هيكمل هبوط، وبالتالي هو قدامك بيكمل هبوط. طيب اللي بعده السيمتريك تريانجل برضو اهو، خلي بالك ما بين اتنين لو اهو و اتنين هاي اهو، او اهو يعني هو بدأ من هنا يعني. طيب كان السهم اصلا هابط اهو، عمال يهبط يهبط يهبط، راح هابط هابط هابط، كون لي المثلث وكمل هبوط تاني. بعد كده عندي هنا بالنسبه للكوبن هاندل، هيبدا ان الكوبن هاندل بيبدا برضو ان هو بياخد الاتجاه الهابط، وبالتالي السهم هنا كان هابط هيبدا ان هو يهبط، او هياخد الشكل هيرسم الشكل دوت وهيكمل هبوط عادي، فهتلاقي شكل الايه الكوب اند هاندل. هتلاقيه برضو هنا بنفس الشكل الكوب اند هاندل. هنكرر تاني يا جماعه، انا اللي طالباه منكم بس تعرفوا الاسم والشكل ده بيعمل ايه. التكنيكال اناليسيس اند سايكل، يمكن للتحليل الفني استخدام بعض الموجات اللي هي السايكلز، وبالتالي هنعرف ايه اللي مقصود بالموجات دي في المحاضره اللي جايه. انا كده خلصت المحاضره دي، ناقص لنا محاضره واحده اللي هي تخص الفصل اللي هو بتاع السايكلز او الجزء السايكلز يعني. شكرا.